اليوم حد الآن أني أكلم فيكم في 22 مشبوه موقوفون وألقي القبض عليهم بمساعدة مواطنين شرفاء أحرار، منهم 11 في تيزي وزو، 2 في جيجل، 1 في عين دفلة، 3 في المدية، و4 في عنابة. وانا ماشيين تحريات مستمرة ونجيبوا ان شاء الله، ان شاء الله العدالة تقوم بالواجب تاعها، انا متأكد منه. متابعينا الكرام، دائما كنقول لكم هذا النظام الذي يحكم الجزائر هو نظام غبي ومغفل. هذا الهضره ما كنقولهاش عبثا، ها هو رئيس عباد الله ديال الجمهوريه ما كيعرفش يحسب، يا اما ما كيعرفش يحسب يا اما المعلومات التي قدمت اليه مغلوطه، وفي كلا الحالتين هذه فضيحه عباد الله، فضيحه على الهواء مباشره، فضيحه امام الملأ. باش ما تقولوش ان داك المصطلح اللي كنقول هذا النظام ديال الكبرانات غبي ومغفل ماشي صحيح، هم يثبتون يوما بعد يوم على انهم نظام فعلا غبي ومغفل. واحد ما كيعرفش يحسب وحاكم 40 مليون البشر، وشوف انت تستيا كي دايره، شوفوا مع من عايشين عباد الله. على كل المتابعين الكرام، راه كيف ما قلت لكم هما يوما بعد يوم يكشفون لنا عن مدى الغباء ديالهم ومدى الجهل ديالهم في تسيير أمور الجزائريين. أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.